تنبيه هام، الواقي ده يقدر يقلل من شدة الإصابة بالخرطوش، ولكنه ما بيديش حماية كاملة، خاصة إذا كان الضرب من مسافة قريبة. بعد عدة تجارب عملناها لقينا أنه يقدر يحميك من ضرب الخرطوش إذا كانت المسافة بينك وبين الضرب ما تقلش عن 8 متر. كل ما كنت أبعد كل ما كان الواقي فعال، وكل ما قربت من مصدر الضرب كل ما فعاليته قلت، وده هيعرضك لخطر إصابة شديدة وممكن تكون مميتة. لعمل الواقي هتحتاج كنز حاجة ساقعة، كل ما كان أكتر كل ما كان أحسن. ممكن تطلبوا من أصحابكم مرموش الكنز ويجمعوها لكم، وممكن تتفقوا مع أي مطعم في الحي إنه يديكوا الكنزات الفاضية، وممكن تشتروها بالكيلو من بائعين خردة الألمونيوم، والكيلو بيتباع بعشرة جنيه. هنحتاج قصافة، فتاحة علب، مقص قوي، صمغ المعادن، حتة قماش، زرجينة كابس، شريط لاصق اسمه دكت تيب، وده متوفر في السوق عند محلات مستلزمات التكييفات زي شارع نجيب الريحاني في وسط البلد. هنشيل الغطاء بتاع الكنز، ممكن تعمل ده بالقصافة، بس احنا لقينا ان الفتاحة لو استخدمتها بالمقلوب اسهل كتير عشان تقدر تخلع الغطاء كله. الخطوة التانية هي قص الكنز بالطول وقص القعر عشان يكون عندنا شرايح ألمونيوم نشتغل بيها بعد كده. حاول برضو نقص الأطراف المشرشرة. هنقص كل شريحة نصين. قعر الكنز هنقص الزيادات اللي فيه. هنقص القماشة على قد المساحة اللي عايزين نغطيها. دلوقتي هنرص الشرايح فوق بعض. احنا هنا بنستعمل 3 طبقات من الشرايح وفوقيهم قعر عشان نوضح لكم الفكرة. كل ما زودتم عدد الطبقات كل ما كان افضل بكتير. ننصح انكم تستخدموا 6 طبقات على الاقل. دلوقتي هنخلط صمغ المعادن ونبدأ نلزق الطبقات في بعض. لازم تشتغلوا بسرعة لان الصمغ بينشف بسرعة جدا. هناخد كل مجموعة شرايح ونلزقها في بعض. حاولوا تكتروا من الصمغ بقدر الامكان، لان الصمغ نفسه لما بينشف بيتحول لمادة صلبة بتدي حماية اكبر. بعد ما تلزقوا كل مجموعة شرايح في بعض لازم تتكبس لحد ما تنشف. احنا استخدمنا الزرجينة، لكن لو مش متوفرة ممكن تحطوا الشرايح تحت مجموعة كبيرة من الكتب التقيلة او اي حاجة تانية. بعد 10 دقايق هيكون الصمغ نشف وتقدروا تفكوا الزرجينة. زي ما انتم شايفين الطبقات لزقت كويس في بعض وبقت اكتر صلبة. دلوقتي هنرص الشرايح تاني على القماشة وهنحط فوق كل مجموعة قعر. ملحوظة، القعر بتاع الكنز أكثر صلابة من الشرايح بكتير، كل ما كترتم منها كل ما توفرت حماية أكبر. أهم حاجة تاخدوا بالكم إن يكون في فواصل عشان تقدر تتحرك بمرونة وانت لابس الواقي. دلوقتي هنثبت القعور فوق الشرايح بالدكت تيب. بعد كده هنثبت الشرايح فوق القماشة. كل ما لفيت الدكت تيب عدد مرات أكتر كل ما كان ده أفضل، لأنه هيعمل طبقة حماية إضافية. دلوقتي بقى عندنا درع واقي. إحنا عملنا جزء واحد بس عشان نوضح لكم الطريقة. هنثبته على تيشيرت أو فانيلا عشان تقدر تلبسها تحت هدومك، لكن لازم لما تيجوا تنفذوا الواقي تأمنوا منطقة الصدر والظهر والجناب، وعشان وزنه خفيف ومرن تقدروا تستخدموه لحماية أي جزء في جسمكم. هنكرر تاني، الواقي ده هيقلل من إصابتك لو اتضربت من على بعد 8 متر فأكثر، بس مش هيوفر لك حماية كاملة. كل ما قربت من مصدر الضرب كل ما قلت كفاءة الواقي. وما تنسوش تحموا عينيكم وراسكم ورقبتكم.